لعلي قلت لكم قصة تعود إلى أبي نواس الحسن بن هاني. ألا ترجمت أبو نواس معروف لكم جميعا، لأنه كان الرجال مخبص آخذ يعني راحته في كثير من المعاصي. نعم. يقول صديق له اسمه محمد نافع قال: حصلت بيني وبين أبي نواس يعني حالة ورود فقاطعته، وسمعت أنه توفي فتألمت جدا، يعني تألم أنه مات وما أصلح العلاقة بينه وبينه. قال: فرأيته في الرؤيا. قلت له: أبو نواس؟ فقال: لا تكنا اليوم. هون ما في كنا عنا. قلت: الحسن ابن هانئ؟ نعم الحسن. فعرفت أنه ميت. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قبل موتي بأيام كتبت. ما تاب كتبت وتركتها تحت وسادتي، هو مريض، فغفر لي الله بها. قال: لما استيقظت كان همي الكبير أن أرى هذه الأبيات، فذهبت إلى بيت أبو نواس. خرج الأهل، قلت لهم: أنا فلان، هل ترك أخي أبو نواس شيئا كتبه قبل موته؟ فقالوا: والله ما ندري، لكنه استدعى ورقا ومحبرة قبل وفاته ولا ندري ماذا فعل. فاستأذنتهم أن أدخل غرفته التي توفي فيها، فدخلت. نعم الفراش لا يزال كما هو. حركت الوسادة الأولى ما في شيء، الوسادة الثانية رأيت رقعة، هو معلش مكتوب فيها: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرمون. أدعوك ربي كما أمرت تذللا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وعظيم عفوك ثم أني مسلم. نعم.